يعني في راديو LBC النهاردة الصبح وكان لسه المارش بيبدأ، كانت المذيعة بتقول أن هذه أكبر مظاهرة في تاريخ بريطانيا، لم تشهد بريطانيا مظاهرة مثل هذه حتى إبان الحرب العراقية أو الحرب مع العراق في 2003. يعني إيه الملاحظات الأولية على المظاهرة بتاعت النهاردة خالد؟ صحيح، المظاهرة اليوم يعني فاجأت الكثيرين. يعني المظاهرة أو المليونية السابقة كان يتم مقارناتها بالأعداد التي تمت وشاركت في مظاهرات ضد الحرب على العراق، لكن هذه المرة كل الانبهار بأن لأول مرة يشاهدون مظاهرات بهذا الحجم وبهذا الشكل وبهذه الأعداد الحقيقة، تتجاوز تماماً أي مظاهرات سبق أن حدثت في العاصمة البريطانية لندن منذ احتلال العراق في 2003. فحتى بكل التصريحات التي شابت الأسبوع الماضي ودعوات بعض السياسيين للإحجام عن المشاركة، دفعت الكثير من المتظاهرين إلى المشاركة اليوم. نحن نتكلم كما أسلفت في تعليقك على المظاهرات أن العديد من المتظاهرين ولأول مرة بدلا من أن يشاركوا في مدنهم شاركوا جميعا في نفس المدينة في لندن، انتقلوا جميعا من كل المدن على مستوى المملكة المتحدة وشاركوا اليوم لإثبات صوتهم في الدعوة لوقف إطلاق نار فوري لما يحدث من جرائم في غزة. وأصبح الآن المشاركة بشكل كبير أكبر بكثير حتى من توقعات الرسمية لأعداد المشاركين في التظاهرات. إيه أبرز الملامح لمظاهرة النهاردة خالد؟ إيه فرقها عن الأسابيع اللي قبل كده؟ كما أسلفت أنه الفرق أنه كان في كل مظاهرة أو في كل ترتيب لمظاهرات في بريطانيا عامة تقوم كل مدينة بالتظاهر بشكل محلي في مكانها. فالمظاهرة السابقة التي سبقت في الويكند أو في يوم السبت الماضي كانت عبارة عن مظاهرات في مدن كانت كبيرة، كانت يشارك فيها آلاف من المتظاهرين. لندن كانت هي الأكبر، لكن كانت هناك مظاهرات في اسكتلندا، كانت في مظاهرات في مانشستر، كانت في مظاهرات في ليفربول، كانت في مظاهرات في برمنغهام، أوكسفورد، في كامبريدج، كانت عدة مظاهرات وأكبرها كانت في لندن. الآن نحن نتكلم على مظاهرة كاملة يشارك فيها كافة المتظاهرين في مدينة واحدة وهي لندن العاصمة، لإرسال رسالة واضحة ولإرسال صوتهم للمسؤولين الذين حاولوا بشكل كبير جدا إحجامهم عن المشاركة. تصريحات وزيرة الداخلية، تصريحات رئيس الوزراء، كلها كانت في إطار التخويف والترهيب، لكنها لم تنجح وبالعكس فقد أثارت حفيزة المشاركين في المظاهرات في باقي المدن إلى المشاركة في لندن لإيصال صوتهم لداونينج ستريت، لمقر الحكومة. وليس فقط مقر الحكومة، إذا لاحظت أن الروت الخاصة أو المسار الخاص بالمظاهرة يمر كذلك بالسفارة الأمريكية، فكانت هذا من المقصود به هو إرسال صوتهم أن الرأي العام في بريطانيا يرفض ما يحدث من جرائم في غزة، ومع وقف إطلاق نار فوري، وقف المجازر وما يحدث للمدنيين في قطاع غزة.